السلام عليكم أصدقائي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لتالت مرة يا أصدقائي أطلع في فيديو واتكلم عن نفس الموضوع. الناس بتخسر فلوسها، الناس فلوسها بتضيع بسبب ان ما عندهاش علم، ما عندهاش وعي، والوعي ده بيعتمد عليك انت صديقي. يعني لما تعمل لايك للفيديو او تشارك الفيديو او تحاول انك انت تدعم الفيديو باي حاجة، الفيديو ده بينتشر وبيوصل لناس كتيرة جدا. استنى معايا في الفيديو وهوريك الناس خسرت فلوسها ازاي. بس دقيقتين بس وانا هوريك الناس فلوسها خسرت ازاي. حسابات الاسبام، الناس بتعمل متاجرة في حسابات الاسبام وبتنصب على الناس وبتاخد فلوسها. يا جدعان بدل المرة تالت مرة اهو اتكلم عن موضوع حسابات الاسبام، الناس بتنصب عليها، ولكن مفيش لا وعي ولا تفكير، والناس بس همها انها تشتري وبس، وبعد كده شكرا. بص يا صديق، الفيديو ده في القناة من سنة وطالع اتكلم فيه عن حقيقة حسابات الاسبام اللي هي بتبقى مشحونة سبام، يبقى فيها يعني سكنات ليفل ماسك وسكنات عالية وسكنات مطورة وسكنات مش عارف ايه، بس بتبقى موجودة في الحساب تلعب بيها وبس، هي دي القصة. وفي حسابات تانية بتكون مشحونة شدات، الناس بيتنصب عليها في الفخ ده، ناس بتقع في الفخ ده. وهوريكو ناس برضو ما كانتش لا تعرف لا الفيديو ده ولا الفيديو ده وما شافتش الفيديوهات دي، ولكن بعد كده شافت الفيديو. يعني انت متخيل بعد ما اتنصب على الناس دي وفلوسها راحت واتخذت فلوسها شافت الفيديو. فبالله عليكم يا جدعان، بالله عليكم انتوا مش هتخسروا اي حاجة لما تدعموا الفيديو ده وتنقذوا ضحية من الضحايا اللي بيتنصب عليها في موضوع حسابات الاسبام. بيجي الموضوع مجرف جدا والناس عاملة تليجرام علشان خاطر تنصب على الناس، وبتغير كل كام يوم او كل كام فترة بعد ما تنصب على شوية ناس تروح مغيرة بقى الكيان، تغير الصورة وتغير الاسم وتغير الوصف وتغير الحاجات دي على اساس انه بيجي واحد جديد. لكن انت كما انت ايها النصاب، انا عارفك. فبصوا جماعة، الفيديو ده من سنة والفيديو ده زي ما شايفين من 3 شهور طالع اتكلم عن حسابات الاسبام. في دعم ما بتدعموش، ما بتشيروش، ما بتنقذوش حد، انما عند اي حاجة زبالة هلس بتدعموها. انا مش عارف ليه انتوا بتعملوا كده، يعني ناس زي كده وفي افادة في الفيديو، انتوا ليه ما بتدعموش الفيديو بتوصلوه للناس؟ ليه مش بتوصلوا المعلومات دي للناس يا جدعان؟ هو انا هاخد منكم حاجة؟ انا مش عايز منكم حاجة، انا بنصحكم وانتوا حاولوا على قدر الامكان انكم توصلوا النصيحة للناس. اعمل لايك، اعمل دعم للفيديو، اعمل اي حاجة توصل او تدعم الفيديو، توصل الفيديو للناس كتير. طب تعالوا شوف. انا عارف انك مش همك حاجة عادي، بس يعني الناس دي بتخسر فلوسها بسبب جهل، بسبب عدم معرفة. تعال اقرا معايا التعليقات دي. هنا بيقول يا ريتني اقسم بالله كنت شفت الفيديو ده، لسه منصوب عليا من شوية في التليجرام في 300 جنيه. اول لما ببعت الفلوس محدش بقى يرد علي اصلا، وكل الكلام اللي اتقال في الفيديو ده صح، وانا متضايق جدا، بس حسبي الله ونعم الوكيل وهاخدهم منه حسنات في يوم القيامة ان شاء الله. الشخص اسمه اهو، انا معرفش بقى هو غير اسمه من المرة اللي فاتت ولا اللي قبليها، بس اكيد اسمه فرعون على تليجرام، وعلى الفيسبوك اسمه شركة المظلوم عشان محدش يضحك عليه. شايفين يا جدعان، انا عارف انك مش همك حاجة، بس انت لو انت عملت دعم بيوصل لناس يعني ما تعرفش اصلا عن الموضوع. بيقول يا ريتني كنت شفت الفيديو، يعني الفيديو ما وصلوش غير بعد ما اتنصب عليه. يا جدعان انا اخوكم بحاول انصحكم لوجه الله، ما تبخلش علينا انك توصل الفيديو ده للناس. يعني انت مش هتخسر اي حاجة غير انك انت هتنقذ شخص وجع، وغيره لسه ما يعرفش كتير، وغيره انا مش بتكلم عن شخص واحد بس، لا ده غيره ناس كتيرة جدا بتقع في نفس الموضوع ده لحد الان. وفي اللي يعرف قناتي واللي عرف قناتي بعد ما اتنصب عليه او اتواصل معايا او انه كتب تعليقات زي ما انتم شايفين كده. تعال نشوف اللي بعده. بالله عليك لو تعرف تفضحه افضحه عشان انا متضايق جدا حرفيا
نفس الحساب اللي في الفيديو بس حد تاني اسمه فرعون، عامل جروب على تليجرام وكاتب نفس الكلام وكل حاجة. هو شاف الفيديو، هو شاف الفيديو ده اهو، تمام، شاف الفيديو وانا كنت منزل قبل كده شخص كان بيستغل الناس وبياخد فلوسها وبيعمل لها بلوك بعد ما بياخد الفلوس. هو شاف الفيديو وقال لي انه نفس الشخص تقريبا وكاتب نفس الوصف ونفس كل حاجة، يعني مازال موجود وعمال ينصب على الناس. فايه ايه بالنسبة لكم؟ هل الوضع كده تمام؟ واحد يقول لي طب وانت مالك؟ يا عم اتق الله، يعني احنا بنحاول على قدر الامكان ان الناس دي فلوسها ما تروحش عليها وتقع في فخ حسابات الاسبام. وميت مرة اقول حسابات الاسبام كله نصب، مفيش حد بيتاجر ربنا، الناس بتاخدها كتجارة كسلعة، الناس عمالة تنصب على الناس فيها. مفيش حاجة اسمها حسابات سبام يا جدعان. ايه يا جدعان 300 جنيه 400 جنيه عشان تشتري حساب فيه مش عارف مسك فاشن وحاجات زي كده؟ بالله عليكم بعجل، الناس بتنصب على بعض وفي مبالغ اكبر من كده والله العظيم بسبب الحسابات دي. يجي يعرض لك فيديو واو تمام ويجذبك، هوبا تروح محول له فودافون كاش، هوبا يديك البلوك الجميل وشكرا، ما عندوش غير كده اصلا، وما بيبقاش واحد، ده بيبقى تيم كامل. تكلم اي واحد يقول لك لا ده تمام محترم، معاملة ممتازة، ايوه انا فعلا اخدت حساب، وهو اصلا شغال معاه علشان خاطر يلطف الجو عشان حضرتك تقع في الفخ وتبعت الفلوس، وبعد الفلوس بتاخد بلوك جميل وتمشي يا باشا. فبالله عليكم، بالله عليكم الموضوع بيجي مجرف جدا، ناس كتيرة جدا بيجي بيتنصب عليها بسهولة، مفيش وعي، مفيش. كذا مرة وانا اوضح للناس يا جدعان بلاش تقع في الفخ ده، مفيش حاجة اسمها حسابات سبام مشحونة وحاجات يعني ليفل اسطور والكلام ده، وفي الاخر بتلاقي الفخ ده انت وقعت فيه وخسرت فلوسك، ومفيش حد هيقدر يرجع لك فلوسك عشان بس تبقى عارف، لان دول شويه حراميه هم اللي بيسرقوا الناس، هم اللي بياخدوا مجهود الناس وفلوس الناس واستحلوا على نفسهم كده. يعني هو مش هين على الشخص اللي هو بيطلع وبينصب على الناس وعامل جروب يشتغل وياكل حلال، معيس ياكل حلال، هو بيستسهل وبياكل حرام، بيضحك على الناس الغلابة، الناس اللي ما عندهاش وعي، الناس اللي مش فاهمة، هو بيستحل كده. لكن حسبي الله ونعم الوكيل، فأي بني آدم ينصب وياكل حق الناس يا جدعان اتقوا ربنا في أكل عيشكم. انت قادر الفلوس اللي انت بتاخدها دي تصرفها على علاجك، تصرفها على علاج أي حد من أهلك، يعني اتجي ربنا مش كده. يعني الموضوع سهل وانت استحليت الموضوع ده وخلاص وخليته سبوبة بالنسبة لك، لكن اقسم بالله في الاخرة مفيش حاجة هتنفعك. فاتجي ربنا، وصلوا الفيديو ده للناس، اعملوا لايك، اعملوا كومنت، اعملوا شير، اي حاجة، وصلوا الفيديو ده للناس وقولوا لهم ان موضوع حسابات الاسبام ده فخ، الناس بتقع فيه، الناس بتنصب عليها جامد، وغيره في اللي نعرفه وفي اللي ما نعرفوش اصلا ولسه ما عرفناش، وفي اللي لسه هيعرفنا بعد ما يتنصب عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لكم يا جماعة، برضه انا حبيت ان انا اوريكم كل حاجة عشان تبقوا شايفينها، والتحذيرات في كل مرة لازم يكون في ضحية، كل مرة لازم يكون في ضحية وغيره من اللي احنا ما نعرفوش اصلا واللي ما يعرفناش. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم.